طيب باي باي يا ماما عشان خلصين. على فين؟ نازلة الحصري. طيب حاضر. لا لا عادي بتمن لما تقله بتمن لما تقله عليكي. لا انت حضرتك لا لا يمكن لا انت انا عارف لا انت انت انا عارف انا ايه انت بطه لا انت بطه انت انت تيني انا اعرفك اصلا تعرفيني تعرفيني تويت قوي انت ومامتك ام بطه ايه انتيتي ولا ايه؟ التلات اربع تنين اللي فاتوا خلوكي ما خدتيش بالك مني. قعدت ليه؟ عشان انا ما اعرفكش اصلا. لا ما تعرفنيش، ما انت اكيد عمرك ما هتقولي انك تعرفيني. شارب حاجه؟ لا انا متلف حاجه. انت طبيعي يعني؟ انا طبيعي، التبكه، فاكره التبكه؟ ايه يا بطه؟ ايه تبكه؟ فاكره الدبدوب؟ الدبدوب اللي كنت بجيبه لك من اتنين ونط وتعالى بوت. ايه نتيتي ولا فطرت؟ لا لا يا حبيبتي افطرت. لا انا متاتت وانا تيبت. ايه التبكه بتاعتي فاكراها التبكه؟ لا مش فاكره. التبكه ام 9000 جنيه اللي خدتيها انت ومامتك وهربتوا واختفيتوا من المنطقه. عشان 9000 جنيه هنهرب ونسيب المنطقه؟ ده اللي حطت بالضبط. انت غنيت طيب؟ الحمد لله. طب لو سمحت بعد اذنك وصلت هو التالت من توكات تمام. انت شكلك عبيط وهطلب لك حد كده يجي لنا يقف على الطريق. لا 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 الطوب اللي انت عداه انا والله ما هحلك. شكلك عبيط. لا انا متعبيط. لا عبيط. لا انا متعبيط. انت بطه وايه؟ ايوه انت بطه وبتحودي ومتهتيبي كده. طب ده الدنيا اتغيرت. ايه ده؟ الدنيا اتغيرت قوي. لا مش صغيره. اقسم بالله الدنيا اتغيرت. انت فين؟ شكلك عبيط. الو. شكلك عبيط. يا جوده. اعدي عليك يا جوده. طب كويس انا قدامك تعالى 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 تلاقي حد يقف لي على الطريق ياخدني عشان في حد. انت بدوده. انت بدوده. ازيك يا مرعي؟ ايه يا دوده؟ عامل ايه يا مرعي؟ حبيب قلبي. اخبارك ايه يا حبيب قلبي؟ انا عرقت وربطت كده وراك يا دوده. دي مين ليه؟ مين؟ بط كده. مين؟ هي بطه. بطه. جبتها منين دي؟ سبحان الله الدنيا اتغيرت يا جوده. حرام عليك ده انت قلب عليها الدنيا. انت فين يا ظلمه؟ انت فين؟ حرام عليك الراجل لف في الدنيا عليك انت وامي. حرام عليك يا ظلمه. انا اتدوبت وسميت بنتي بطه. ده الراجل رسمك على ايديا على دراعي على دراعي. بطه يا دي بطه. يا بطه بقى اهي اهي على صدره اهي. ولا بطه ولا وزه؟ طيب بلا بطه بلا وزه. فلوسي خلصت على حب العديد. فاكر يا صاحبي؟ على حب العديد وعلى افلام محمود عبد العديد وعلى مسلسلات احمد عبد العديد وياسمين عبد العزيز واي حاجه اخرها عزيز. يا نهار ابيض. احنا متمدنين. انا ليا عندك تابته. التابته بتاعت اللي عندك متعتبها. فين الشبكه دي؟ التابته دي امي سرقتوها. اتعصب عليك يا حراميين. يا سرقيين. بطل مش ليك يا مرزوق. امال بطل مين؟ ليا. ليا؟ يعني انتوا كنتوا دافنينها توا؟ من الاخر. شكلكم مدانيين. شكلنا مدانيين. فلوتي هاخدها يا اما ذهب يا اما مدوهرات. انت اكيد يا اما شايل حاجه؟ انت فاهمه بقى. انا مش هحلت النهارده. انت شايل حاجه؟ انا هاخد الذهب اللي معاكي. خد يا صاحبي اللي انت عايزه. اعمل ميه نار ادلقها في وشها. دي ميه نار ادلقها في وشها. الذهب اللي معاكي. وشي الذهب اللي معاكي قلعي. اللي انت كنت جايبولي ابي الدار. اللي هو انت بقى ده اللي انت كنت بتحلم. اطلق ميه النار في وشها. ميه النار. ايه دول؟ ليش هتنزلي يا نهار ابيض؟ قول لي يا بنت موبايل ده هاخده. خد حقك يا ولد. قال لها الساعه. قال لها الساعه دي بتخربش. دي بطه بقت بتخربش. دي قلبت قطه ما بقتش بطه. ده الراجل رسمي على ايديا. ده انا راسمها اهو. ده انا راسمها اهو. بصي البطه عامله ازاي. والبوز هو هو البوز. البوز يا بوز. انا هخطفك يا بنت. مش هتنزلي. انا هخطفها. اذبحها اذبحها. خد منها فلوسها. سيبت اعصابي. سيبنا اعصابك؟ بس انا حاسك باعصابك هاديه. لا انت واحد بيخطفك ومش عارف. انت مالك هاديه كده ليه؟ انا هاديه. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا باشا. بقول لك ايه يا باشا، هتضايق بس اخواتي البنات عشان هم طالعين من البر. هاخدهم معايا.
اه من الدور 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 دور. اه عايز اخد انت طريقنا بسم الله باشا، ربنا يديلك ادب الدنيا اخلاق الدنيا. مفيش تربيه كده، ابويا وامي قالوا لي يا سمسم روح روح يا سمسم، ربنا يجعل كل دعائنا في اخواتك البنات. امين يا رب. ادب احترام شطاره. والله يا باشا سبحان الله هم اللي بيلبسوني وياكلوني ويشربوني. يعني لو اقول لك التسريحه اللي انا مسرحها اختي نوسه، اختي نوسه اللي عاملاها لي. والله والله يا سيدي نوسه نوسه اختي العسل واختي سنتوت. الناس كلها بتعلق على التسريحه، نص الناس بيعلق على التسريحه ونص الناس بيعلق نوسه. انا بيعلق اقسم بالله شقيانين ليل نهار، اوردرات 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 شغل لما يا عيني. والله يعني اخواتك البنات هم اللي عايزين يجوزوك؟ اه. هم بقى انت فاهم اخوهم الوحيد وكده، وهم عايزين يجوزوني عشان يعني كنت بحب زمان بنت اسمها شلبيه جارتي. شلبيه؟ شلبيه جارتي كانت عامله اياميها بارتي وراحت شرم الشيخ واتجوزت بعض في كازابلانكا في العراق. فهم البنات العسلات اخواتي، هم دول اخواتي الامارات. بص الادب، بص الاحترام، بص الاحترام، بص الادب. اقسم بالله اقسم بالله، بص الادب، بص الاحترام، بص العبايات والاحترام والادب. والله العظيم ثلاثه ادب الدنيا. بسم الله ما شاء الله. صباح الخير يا سمسم. يا روح قلبي يا قلبي. اقسم بالله وحشتوني اخر 86 حاجه. انت كمان وحشت اخر 98 حاجه. طب والاثنين راحوا فين؟ خلاص انا فين؟ اقسم بالله ادب الدنيا. والله لا باين قوي. والله باين باين. اقول لك على حاجه طيب، اقول لك على حاجه. اقسم بالله الاثنين شقيانين. ايوه طبعا لا باين عليهم الشقاء. من كتر اخوك. انا عايز افهم بس، عايز افهم انت دول اخواتك؟ اه اخواتي. مالك؟ دول اللي عايزين يجوزوك. شبهه صح؟ احلى دي نوسه، دي نوسه ودي بيرو. طبعا انت احلى نوسه الصغيره اللي انت قلت لي عليها. دي نوسه اللي عملت لي التسريح. اه دي بيرو. انا اللي مسرحه هو اللي مسرحنا. خلاص يا بنات وديني طريقي بس ونلخص الدنيا دي. خلاص يا بنات، خلاص يا بنات، خلاص خلاص انت وديني طريقي وخلاص كده. صراحه خلاص احنا رايحين طريقك. ايه يا ابو تمالي يا عسل؟ معلش سؤال كده بعد اذنك، حسبت البت نوسه ولا لا؟ حسبتها؟ حسبتها صح؟ ما تسيبنيش يا اخويا والله. حسبتها 200 دولار؟ والله كدابه. طب هو 200 دولار ده رقم، ما احنا كنا متفقين على 500 دولار. يا دوب تجيب بيه السجاير. 200 دولار ما عجبتكش ازاي؟ لا ابو طلال انت مش شواف. لا لا مش شواف والله. ابو طلال بقول لك ايه؟ ده والله ده فرنسيه. والله شغل فرنسي فعلا. ما عندوش حق. عادي يا اخويا. ثواني بس ثواني، بعد اذنك بتكلم في التليفون. ايه ده ابو طلال ده من امتى ده؟ من امتى ابو طلال؟ من امتى؟ بس انت عارف انا مش سوقي الخشن خالص. ازاي؟ طب بقول لك ايه، خليك معايا. يا جدع اوردر، يا جدع ايه اللي انت بتقوله ده يا جدع؟ انت يا جدع 1000 دولار يا جدع، انت مش فاهم مصلحتك فين؟ يا دين النبي يا جدعان. 1000 دولار 1000 دولار. بقول لك ايه، انا ماليش دماغ ليك. مع اني مالكش دماغ. انا خلي في مناخيري. ف يا عم حطه في حته ثانيه بلاش. طب ايه يا عم اللي انت بتقوله ده؟ ايه يا جدع؟ سيبك من الكلام ده. انا مش عارف. طب انا معايا زبون زي الفل. يعني انت انت عضلات يعني؟ عضلات بس انت كده شويه. ولا ولا بص قدامك يوم عسل. لا عضلات ودنيا وهيعجبك. انت بحترم نفسك. عنده شويه حاجات كده يظبط شعره وينفذ. واظبط انت كلامك. هظبطهولك عشان عيب. هبعتهولك نجيب. مش هقول لك تاني. هبعتهولك نجيب. انت بيرو هتدي معاك البت المغربيه. يا جدع اوعى بس ايدك كده كلمني وايدك جنب. هيكلمني وايدك جنب. وده وشعر شنب. ايه بس؟ ويطلع معايا لابو طلال. يلا خلاص. انت مش هتريد بس كده ايدك جنبك عشان ما تضحكش. ابو طلال كلمني وايدك جنبك عشان ما تضحكش. اقول لك ايه؟ اخويا انت مالك قفش كده؟ هتحلمه. 1000 دولار ده بداية كلام. افهم مني يا مثبت العقل في الراس. 1000 دولار ده بداية كلام. يابا خليهم لك. انت راجل عيوة داخل على وش جواز واخواتك دول. اسمع بس انت من رايح. خلاص مفيش مشاكل. اخواتك عايزين بتاعي. مالك عليك كده ليه؟ يا ست انا عليك. برافو عليك. اقول لك بس بص لي انا، ما تبصش للبنات. ما تبصش للبنات. عيب عليك اللي انت بتعمله. جاي لابو طلال ولا مش جاي؟ يا عم يا ابو طلال مين قدام؟ مين يا جدع انت؟
انت صوتها بنات، انت بتختصب البنات. لا 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 دي رايحه حرك انت بتتحرش يا متحرش يا جنسي كده. هتخليني بصي اعمل حاجات ما عمرك ما شفتها. انت ما تعرفش تعمل حاجه، ده اقسم بالله العلي العظيم بتحرش بالاخواتي يا عم. اخوات بقول لك انزل انزل لك فين؟ مفيش نزول يا بنت. صوتي يا بنت اللي بس اللي بس على مذيع ولا مذيعش يا عم؟ اقول لك ايه بس يا عم، مذيع خلاص. جاي يلا ماشي. سلام. نورتني يا فندم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ما شاء الله عليك. رايح عند التميمي فيصل؟ لا اله الا الله. حي شغال هناك؟ والله يا محمد. اللي انت كنت بتكلمه في التليفون ده دلوقتي يا ابني بلاش تروح له، لان ده نصاب وبيضحك عليك. ايه يا عم اللي انت بتقوله ده يا عم؟ انت يا عم مفيش حاجه، ما تستغربش. بس يا عم اللي بتقوله ده، اسمع كلامي مع الشيخ الحالك طريقه كله مسالك. شيخ مين؟ الشيخ الحالك طريقه كله مسالك. النور نور البصيره يا ابني، النور نور البصيره، وبصيرتي شافت اللي انت ما تشوفوش، وعالي ايقن اللي انت ما تايقنوش. طب خليك في سكتك احسن يعني. وقلبي قلب اللي انت ما تقلبوش، وعيني شافت اللي انت ما تشوفوش. الله اكبر. حي خليك في سكتك يا اسطى. مدد مدد يا رب مدد من غير عدد. لا اله الا الله لا اله الا الله. اسمع كلامي اسمع كلامي، وسيبك من بيت الكوافيره اللي فاتحه جنبك. البيت دي بتلعب بيك، البيت دي عايزك تديها فلوس، مش عايزه منك حاجه، ولا في حاجه اسمها حب، ولا في حاجه اسمها عشق. يا عم انت بتجيب الكلام ده منين يا عم؟ العشق عشق الروح. اسمع كلامي. اسم الكريم محمود. البصيره لما بتشوف القلب بينسى الزغروف. اسمع اسمع وابعد عن اكل لحم الخروف. لحم الخروف يجيب له ظروف. لحم الخيوم. الله اكبر الله اكبر. مدد 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 يا اسطى. ركز يا اسطى، امشي عدل يا اسطى وركز يا اسطى. انت ايه؟ عليك مارد عليك مارد عليك مارد من الجن. مفيش الكلام ده. عليك مارد من الجن. اسمع كلام شيخك يا ولدي. عليك مارد من الجن اسمه لولو. عليك مارد من الجد اسمه لولو، ما تخافش منه. لا 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 لا. عليك مارد يا اسطى. مفيش الكلام ده يا اسطى، بس خليك في طريقك بس وركز. انت عندك مشكله؟ عندك مشكله ماديه بتمر بيها؟ انت جبت الكلام ده منين؟ إيه؟ عندك مشكله ماديه بتمر بيها؟ رد عليا يعني. وعندك مشكله ثانيه صح؟ شيخ الحالك دي يبقى كده ان شاء الله. يا اسطى يا اسطى انت بتجيب الكلام ده منين يا اسطى؟ انا بشوف اللي انت ما تشوفوش، باكل اللي انت ما تاكلوش، بشرب اللي انت ما تشربوش، بنام النوم اللي انت ما تنامش. ربنا يطبق. لا اله الا الله 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 لا اله الا الله. بدا يشتغل. لا اله الا الله. بدا يشتغل. بدا يشتغل المرد اللي عليك يا اسطى. شوف يا اسطى، عارفك انت جاي لي، انت جاي لي، انا عارفك وشايفك. مربوط بقالك 20 سنه، انت داخل على التاكسي يا اسطى. بص الله يا اسطى بتتكلم. سلام الله يا اسطى. اهو الشغل حالك يا اسطى. ليه يا عم؟ شيخنا الجليل. جليل مين يا عم؟ جليل مين يا عم؟ شيخنا الجليل. الله اكبر. انزل يا عم. اه يا عم الله اكبر. اركب فين يا عم؟ انزل اركب فين يا عم؟ انا راكب معاك يا عم. مالك انت؟ انا راكب معاك يا اسطى. اركب فين يا اسطى؟ انا راكب معاك انا يا عم. ايه ده؟ انا راكب معاك. اهدى شويه واسمع قصته يا عم. انا راكب معاك. قصته عندك قصه شبه قصته. اسمع مني يا عم. قصه مين يا عم؟ انت مربوط بقالك 20 سنه. ارجع ورا بعد اذنك يا عم. ارجع ورا بعد اذنك. دورت عليا في كل حته من النيل للفرات. حصل يا شيخنا. خدت رحله طويله. الرحله دي بدايتها كانت في بلاد السنغال. حصل. مريت بكينيا الاستوائيه. حصل. وفي كينيا الاستوائيه يا عم. انت بتقول ايه يا عم؟ بس يا عم انت يا عم انت كان اسمها خديجه. حصل يا شيخنا. يا عم اطلع يا عم. خلينا نوصل يا عم. خلينا نمشي يا عم من هنا يا عم. قلت لك المغرب. قلت لها ما بروحش المغرب. حصل. حصل. بص لي كويس. مربوط بلا شريط. لا اله الا الله. بص لي كويس. بص كويس. ايه يا عم انت عملت ايه فيه يا عم؟ بص ما تتكلمش. انت عملت فيه ايه؟ اصحى يا عم. انت فوق يا عم. انت في ايه؟ فك 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 فك. يا ارجع طبيعي. ارجع طبيعي. الرب تتفك يا عم. فكت ايه يا عم؟ انت يا عم بص يا عم. الله اكبر. اوعدك يا عم يا راجل. يا شيخنا تدي كده. اه يا عم.
يا شيخ. شيخنا مين يا عم؟ اوعى يا عم انت، اوعى يا عم، ولا هتسب يا عم، اسكت يا عم. يا عم انت مين يا شيخ؟ يا ابن المجنونه، اوعى يا ابن المجنونه، نزلني يا عم، افتح لي امي، افتح لي يا عم، اوعى يا عم، اوعى. ده انا دغدغانك، ده انا اخطفك بيها والله، اخطفك بيها دي. يلا يا عم، اوعى يا عم، هلك مين يا ابن المجنونه؟ اوعى يا عم انت، هلك مين يا عم؟ هلك مين يا عم؟ اطلع يا لولو يا عم، اقعد يا عم انت، اقعد من هنا يا عم انت. اطلع يا لولو، لولو هيطلع، هطلع لولو من هنا يا جدع. انت اخطفك بالتاكسي بتاعك ده، انت مجنون ولا ابن المجنون انت يا عم؟ نزلني من ام المخطوبه دي، اخطفك بيها والله يا عم، اقعد والله. اخطفك بيها يا ابن المجنونه، اقعد يا ابن المجنونه، اخطفك بيها. اقعد هنا جنبك يالا، انت مين يالا؟ انزل لي. انزل الحلقه حبيبي. اه يا عم كسونت يا بيه، انت طيب، نورتنا محمود. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شكل حضرتك مش غريب عليا خالص. ممكن تبقي عندي على البيج بتاعتي على الفيس. انا البيج بتاعتي على الفيس اسمها خميس للاسف. از انجيجد. اه لا، عامله واتساب بس. ايمو انستغرام. يبقى انت ممكن عندي على البيج على انستغرام. ايوه اكيد. انا يعني ربنا بيجعلني سبب ان انا اوفق راسين في الحلال دايما. اسم حضرتك ايه؟ سمر. سمر، استاذه سمر. استاذه سمر، انت زي القمر ما شاء الله. تسلم يا رب، مجامله والله. لا خالص. حضرتك يا ترى متجوزه مخطوبه؟ ما شاء الله، امرايا والله، وان شاء الله باذن الله ربنا يجعل الموضوع على ايد خميس ملك التلبيس. بس انا مش بفكر في الموضوع ده خالص. لا خالص، ما بتجيش كده، ما بتجيش كده خالص. بس ربنا، موضوع مش عندي ولا عندك، موضوع ربنا اراد. ربنا سبحان الله. والله يا بنتي انت يعني ربنا بيحبك. اساليني ليه؟ ايه بقى؟ عندي ولد عريس مهندس اسطوري، اسطوري محترم، ادب، اخلاق، بيدور على بنت برج الثور. لا والله سبحان الله. مش معنى وبنت ده. بصي المفاجاه، ده ربك والله العظيم، ربنا سبحان الله. برج الثور؟ قال لك برج الثور؟ قال لي برج الثور. اه الثور، سبحان الله. انت لا مش كده بس، انا هفاجئك. قال لي عايز واحده اسمها بيبدا بحرف السين، زي ما يكون زي ما يكون بيشاور عليكي. لا والله العظيم، سبحانك يا رب، سبحان الله والله. يا نهار ابيض، يا نهار والله العظيم جسمي بقى. ايه مالك؟ بصي هو اللي بيتصل. لا والله، والله العظيم. الو ولد يا حماده، عندي ليك مفاجاه، مواصفات كلها اللي انت عايزها. الشعر البلوند، العيون الدبلي، الحاجة اللي يعني ما حدش يبص لها. ما شاء الله. انا عايز سلام. اوصل البيت عندي. ماشي، يلا يلا يلا. سلام. والله العظيم يا سمر، اقسم بالله ولا ليكي هلفان عليا، وكاني اعرفك من 35 دقيقة. انت والله اكني اعرفك من 35 دقيقة. عمر زمن. انت عارفة رزقك فين؟ لا طبعا. طب بس بقى، خلص الكلام. الكلام هنا انتهى. انا بتعمل كده ليه؟ جسمي مقشر. اشعر ليه يعني؟ جسمي اشعر من الروحانيات. سبحان الله. في حاجه عندك؟ الولد مش طبيعي. الولد الولد عايز واحده بحرف السين، عايز واحده برج الثور، عايز واحده شعرها اسود. انا مش عايز اهو يا فندم، هتوصلي البيت. هو ايه اللي انت؟ ولد حماده اركب يلا عمك كام. ايه ده؟ لو سمحت انا عايزه اوصل البيت. هتوصلي. لا ايه العبيط دي؟ ليه كده عبيط ليه؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ ولا اي حاجه، ده العريس اهو. روسي انت مالك كلب؟ انت حب مين؟ انت حب مين وموت في مين؟ بابا انت هتلعب كوره امتى؟ ماما خميس. لا انتوا عايزين قله الادب بقى. مش قله الادب. ممكن توقفوني اخد بعضي وامشي؟ لا حضرتك ده عريسك. عريس مين؟ انا قلت لك يا توصلني يا تنزلني. لحظه واحده. مش عبطه وهباله. ولا عبطه ولا هباله، دي شقته. انا كنت هقلع اللي في رجلي واديك بيها. لا تدي ايه بس؟ ايه ده كده والله العظيم؟ عارفه مصلحتك. هقلع اللي في رجلي واديك بيها. لا لا انت كده مش فاهمه مصلحتك فين. انت عبيط ولا ايه؟ انت عبيط. خدي شوفي بقى كل حاجه. خدي شوفي الفيلا. شوفي الفيلا. اجلع انت عبيط يا ابني. دي شقه شقه فلوس شقه. نزلني نزلني بطل عبطه. بطل عبطه؟ لا بصي انت مش فاهمه مصلحتك. والله العظيم ثلاثه عند اقرا اسمي. ايه الجنان الرسمي ده؟ فندم طب بصي حضرتك مفيش نزول. لحظه واحده. ايه اصلا بلم عليكم امي تلاقي
سوقتي وريني بتاعي رسوم 1000 جنيه عند الاذن ونزلني 1000 جنيه 1000 جنيه انا اجيب العريس لحد هنا واديك بيه اقسم ترمي نفسك انا جايب لك عريس جايب لك عريس عريس مين الجنيه الاسم انت مجانين ولا ايه عريس متريق ولا كل ده انت حب عليك الباب مفيش نزول اقفل بابك اقفل خد هنا مساعد عيب ما ينفعش اقفل الباب اقفل الباب اقفل لحظه واحده بقى انت دلوقتي قاعدك ايه انت عليكي 1000 جنيه زيا ولا من زيا؟ لا زيا مش مشكلة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. صباح الجمال. تعمل ايه يا اسطى؟ بشرب سجارة. تشرب سجارة؟ اه يا عم في ايه؟ لا يا عم احنا ايه اللي انت بتعمله ده؟ يا عم ربنا يجعلنا مرتين يا عم. يا عم طب الريحة طيب وانا قاعد راكب معاك ازاي انا انت بس تولع سجارة وانا راكب معاك يا عم الرب الصف حلوة اوي الصف حلو يا عم اشربه في بيتك يا عم انت دي عربية اكل عيش معلش يا عم الحاج هطلعها بره طلعها بره يعني لو قابلنا لجنة ولا قابلنا اي حاجة هتقول له معلش مطلعها بره الصف حلو اوي الصف ايه وخرا ايه يا عم اللي انت بتقوله ده؟ تقلا في ايه؟ احنا داخلين على ايام مفترجة طب جربها طيب اجرب ايه واعمل ايه بس؟ يا عم الصفا اسمها الاستفيه هنا ياما ياما ايه بس صباح الفل ايه يا اسطى في ايه؟ طب جربت شنكلنا وشنكلانا استغفر الله العظيم لا حول ولا قوه الا بالله يا عم بلاش يا عم معلش افتح افتح لك ايه وخرا انت هتمسكني خرا في ايدي يا عم افتح افتح ايه بس يا عم ايه اللي انت بتقوله ده؟ يا عم افتح يا عم انا خرمان 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 على نفسك يا عم في ايه؟ وطلع ام الخرا دي بره عشان الريحه يا عم والزفت اركن يا اسطى على جنب يا اسطى يا عم اركن يا اسطى على جنب يا اسطى خلاص بقى ولا خلاص ارمي باللي في ايدك دي وانا اتوصل الدنيا جاي عليا يا عم انا مالي انا جاي عليك ما تقعد في بيتك يا عم والله الدنيا جاي عليا يا واحد كل ما بتيجي عليا اطلع اجري شمال ورايا يمين ورايا طب وبعدين ما انا كده برضه يا اسطى بس صل على النبي كده بس وارمي الحاجه اللي في ايدك دي يا اسطى عشان ما تتنرفزش يا عم ماشي يا عم الشيخ اهو هو الجب خير طب بقول لك على حاجه جرب يا عم والله اي حاجه تتخيلها في دماغك عملناها وربنا تاب علينا واحنا عاوزين يا عم عندنا عيال ابوس ايدك عايزين نربيك يا عم انا سيك هم يا عم هم ايه وخرا ايه بقى دي مش بتاعتك انت بقى يا عم خد معلش عشان خاطري بعد اذنك طب بلاش بلاش حسافيه انا استغفر الله العظيم وكل ذنب العظيم يا عم بلاش الحسافيه انا هديك شنكلني بلاش تبرجلني يا عم ولا برجلك ولا شنكلك يا عم ينفق طب وبعدين بقى معاك يا حاج بقى يا عم بلاش يا عم سيب بقى ام الخرا اللي في ايدك ده بقى احنا ماشيين في شارع الناس تقول علينا ايه واحد بدقن جنبك وايه اللي انت بتعمله ده يا عم يا عم بكر يا عم يا حاج مالك يا حاج بقول لك ايه والنبي استركن على جنب عشان هعمل مشكله مفيش يا عم ربنا يا عم ما يجيب مشاكل يا عم الايدين دي للاكل طب بلاش يا عم ده انا اتصل لك اجيب لك حته طريه ما تكونش مدربه لا اله الا الله اجيب لك حته طريه ما تكونش مدربه تنسيك العم والفقر يا عم ابوس ايدك انا مش عايز اروح يا عم اركن على جنب بعد اذنك عشان انا مش عايز اركب معاك يا عم يا عم اوعى طب خلاص هتفق معاك على حاجه انا هوصلك مشوارك معاك طب يا شيل ام الخرا اللي في ايدك دي عشان نشوف الدنيا فيها ايه ما بعرفش اتعامل ما بعرفش اتعامل ما مش هينفع مش هينفع على فين مظبوط تعالى يا باشا تعالى سلام ورحمه الله وبركاته على طريقنا على طريقنا عليكم السلام ورحمه الله وبركاته حبيبي يا غالي يا عم النبي عشان خاطر ربنا شيل الخرا اللي في ايدك دي بقى عشان ما تنرفزناش بقى ايه ده في ايه؟
قاعد خرم من اول ما ركبت معاه قاعد يولع. انا عارف الدنيا جايه عليا كده ايه. اصل بقول لك يقولنا بقى عشان خاطر ربنا بيشرب بتاع بالله. بيشرب واحنا ماشيين وانت بص يا عم مالك بيشرب يا عم. بشرب يا عم. يا عم عشان خاطر ربنا. يا عم احضر. اركن على جنب. يا عم احضر انا كنت بديهم حاجه الحسافيه ان هم ما عجبتوش. يا عم ياما اوعى ابويا ايه يا عم. اديته شنكلني وما تبرجلنيش ما عجبتوش. بس عيب قوي اللي انت بتعمله احترم اكل عيشك حتى يا اسطى. يا عم انا محترم اكل عيشك. عيب قوي اللي انت بتعمله ده اقسم بالله. وايه اللي عيب؟ عيب تشرب لوحدك. ها؟ هو ده الكلام. يا باشا. يا باشا الحلاوه دي. يا سبع كنت اشرب. انا قلت يا باشا. انا مش والله علي يا كبير. والله له. يا باشا. بالراحه بس عشان انت يا عم خلاص. يا باشا اللمبه اللمبه. الراجل ده ما عارف مصلحته. طب بعد اذنك ايه يا باشا الحلاوه دي؟ انت مش عارف مصلحتك. ايه بس اركن على جنب بس عشان انا خد يا باشا السجاره. ايه ده؟ خد يابا معاك ميه؟ اه دي 8% هتعجبك. ايه الحلاوه دي يا باشا؟ ايه ده؟ بقول لك يا صاحبي. ايه يا باشا؟ بقول لك يا صاحبي. ايه يا باشا؟ كرع صاحبي. ايه يا باشا؟ رجع على ايدي يا عم. رجع على ايدي. معلش بس انا مؤاخذه. ايه يا عم؟ بتاكسي بقى على جنب يا اسطى. بقول لك ايه يا صاحبي؟ صاحبي ده في البيت. عشان خاطر ربنا يفتح ايدك دي عشان الاكل. لا لا تاكسي ده ولا كباريه؟ الراجل ده فاهم مصلحه. بقول لك يا مش نسوان حته طريه بس مطربه جبعه. يا باشا هات معانا. ايه يا باشا انت مالك مش لك ايه ده؟ يا باشا بعد اذنك والنبي انت يا عم روح على حالك. يا عم ايدك دي قلت لك للاكل قلت لك ايدك دي للاكل. تكلمني وتقول لي حلال وحرام وانت لابس الاحمر. يا عم احمر والله اخضر انت مالكش فيه. بقول لك يا باشا 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 هو اتلغت من زمان يا نجم بقى بعد اذنك. يا باشا مالك كده؟ ادينا باشا ميه باشا. ادينا باشا. تصدق انت تقيل قوي يا باشا. اشرب اشرب خد اشرب. اشرب اشرب يا عم. 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 بعد اذنك اشرب يا عم. اشرب يا عم. انت مش عارف مصلحتك. يا عم اشرب يا عم. يا عم ما تيجي عليك ولا تخريك يا عم. يا عم زق يا جحاج. انت راجل كبير قد ابويا. زق مين بس يا عم والنبي واوعى الشغل اللي انت بتعملهم دول. ايه ده قلنا للاكل. لا والحاجات التانية كتير. ليه بقى؟ يا باشا نزاع الحاله دي ولا ما نزاعش؟ زين انا هعرفك امتى لا انا هحله وانا هحله. بص دي كاميرا يا عم. انت على مكان هنا يا عم. ايه ده بس دي كاميرا بنصورك يا عم. كاميرا ايه؟ بنهزر معاك. روق والله العظيم بنهزر معاك. بنهزر معاك والله. معلش انا اسف. الكاميرا خدعه. زعلت ليه؟ انت قلبك بيدق جامد. انت بتحب قلبك بيدق جامد. ده بيحبك يا عم. ده ما فيهوش تهريج يا عم. مذيع الحلقه دي ولا لا؟ مذيع. انا فين يا فندم؟ ايزي. اتفضل يا فندم. حضرتك منور الدنيا كلها. انت اللي منور والله. حضرتك شغال هنا ولا اساسا من الجيزه؟ لا كنت هنا عند اخويا وشغال وقعت في الجيزه. احسن ناس اهل الجيزه. انت احسن. ربكم ميزهم بميزه. انا اساسا في الاصل يعني انا مش سواق يعني. انا خريج كليه علوم وكده وعندي معمل صغير كده بصنع فيه حاجات كيميائيه. لو حضرتك حابب تاخد خلفيه يعني. ماشي. يعني انا معايا كريم اسمه زاولني وازاولك. ده الهم طايلني وطايلك. ده انا اللي بسمي الاسامي دي علشان دي حاجات تبقى طبيعيه وتبقى للشعب المصري. نوع الكريم ده حضرتك مجرد ما بتحطه يعني وش حضرتك زي ما انت شايف كده مليان تجاعيد وشقق من كل حته. احنا نقدر نتخلص من كل ده بالظبط في دعكه او اتنين او تدليكه او اتنين من الكريم ده. لو حضرتك حابب تجربه ده معايا. ده سعره حوالي 60 جنيه بس بعد الخصم بتاخده وتاخد عليه 8 هديه فهم كلهم عاملين 12 جنيه. تمام. ده ميدين فيوم. المصنع بتاعي انا اللي بصنع الكلام ده يدوي حتى.
كله حاجه كيميكال، حاجه نظيفه، حاجه طبيعي، كيميائيه طبيعيه، فيسيولوجيه نفسيه. احنا بتاع الشوارع بالظبط. ايوه بالظبط. معايا برضو حاجه ثانيه، انت شكل حضرتك حد فاهم قوي، دي اسمها ليفه الدباح. دي ليفه الدباح بتشيل طبقات الجلخ من 12 سنتي لحد 37 سنتي، ومتهيألي ان عند حضرتك طبقات من الجلخ والقشر. طبقات كبيره دي بتشيلها مع اول حمام. لا حضرتك ازاي؟ حضرتك ما تعرفش نفسك. لا ما عنديش. لا حضرتك عندك. بلاش. انت متخلف ولا ايه؟ لا مش متخلف، انا ما اقصدش، انا بقى بشرح لحضرتك. لا انت متخلف وحمار. لا 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 حضرتك مين غلط، انا بشرح لحضرتك. لا لا لا. طب انا هقول لحضرتك على حاجه. دي اسمها القروبه. القروبه حضرتك مجرد ما بتستحمى بيها مره تلاقي مرتك بتنادي عليك تقول لك على فين يا قروبه تعالى. انت تعبان؟ لا انا مش تعبان. بلاش يخوض. تعبان. صباح. بص يا فندم انا معايا حاجه اسمه ده حمام كريم، اسمه حمام كريم ابو جناحات الطاير. ده مشهور في منطقه الطلبيه جوه والعمرانيه ومنطقه الجيزه فيصل وفيصل. حضرتك اكيد جربته قبل كده. ده اسمه طيرني وطيرك. انت مجنون؟ لا مش مجنون. لا مجنون. لا والله. لا والله مجنون. لا مش مجنون. اصطبحت انا بوش مين على الصبح؟ لا يا فندم لا والله. والله اصطبحت بوش مين. بلاش طيرني وطيرك. لا حضرتك البوكسر ده اسمه بوكسر الحصان الثائر. الحصان الثائر يعني حضرتك مجرد ما تلبس البوكسر ده بتحس بحاجات غريبه جدا، بتتحول الى حصان ثائر. ما بلبسهمش. بلاش. عيان من غيرهم؟ ما بتعملش. بلاش. لا بتعامل بس من نوع حلو. ماشي من نوع حلو. ده مش حلو يعني. بلاش ده يا فندم. طيب لو بالنسبه حضرتك عندك في البيت مثلا الزوجه او حاجه عايز تجيب لها هديه. ما تخبطش. مش بخبط والله. ما تخبطش. انا بوري حضرتك حاجه. انت مجنون؟ لا والله مش. بلاش والله. مجنون انت يعني؟ طيب حضرتك تجرب معايا زيت الوراق. زيت الوراق. انا هادي. لا لا مالك. لا لا ده اسمه زيت الوراق. اهدى. اسمه دلكني ودلكك يا عم. اهدى يا عم. لا اله الا الله. اهدى يا عم. مالك في ايه؟ ايه مالك؟ لا اله الا الله. اهدى في ناس. روى. طب بس في ايه؟ خلاص بس. روى روى روى. اهدى. احنا بنهزر معاك. اهدى. بتهزر ايه؟ دي كاميرا والله. دي كاميرا خفيه. اهدى ده مقلب واحنا بنهزر معاك. ده انت عيله. اوعى تتكلم معايا كده خالص. بتكلم معاك. اوعى. لا مفيش كلام. ده انا ركبت مع واحد مجنون ولا ايه؟ مش عارف انا. انت مالك مطبق ايدك عامل كده ليه؟ مش عارف في ايه؟ ده اسمه زيت تدليك الوراق. يا عم حاسب العربيه. لحظه واحده. اهدى يا عم. لحظه واحده. انا هادي. نزلني. انا هنزلك. حاضر. نزلني. انا بقول لك نزلني. حاضر. انت باين عليك شرب سيجاره ولا حاجه. لا لا مش شرب. فوت انت. انا لحد دلوقتي فوت حضرتك. انت مفوت. انا مش شحن. انت رويه. مش شحن. انت رويه. انت مفوت. لا 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 انت مفوت. احنا بنهزر معاك. انت مفوت. بنهزر. بص الكاميرا اهي. الكاميرا اهي. احنا بنهزر. الكاميرا. احنا بنصور. ده هزار. ده هزار. ده هزار. مقلب. انت مفوت. ده مقلب. 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 بنهزر معاك. هلا يا بيبي قاعد اتسجلت في رمضان ان شاء الله. في رمضان يا عم. رمضان ولا غير رمضان؟ انت مش ضربتني يا الدين في وشي. معلش. عايز ايه؟ نزيع ولا ما نزيعش؟ لا نزيع. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدا يومنا بالصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. والزمون انت عاوز يقول لك معايا في التاكسي تاني والله. قبل الله يعني رزق بتاع الرزق. شغال في اكتوبر ولا شغال فين؟ مش شغال. ايه؟ ايه سؤالتك ايه يعني؟ موظف. موظف في مصنع يعني. ربنا يكتب لك الفشل يا رب. ربنا يكتب لك الفشل ويشيل لك يا رب عن اي حاجه. ايوه فشل يعني. لا يشيل لك عن اي حاجه وحشه. ماشي. طب انا بقول لك تعالى كده. ايه كده يشيل لك عن اي حاجه وحشه. ماشي. طب انا بقول لك مثلا موظف كل فشل يعني. بقول لك ربنا يشيل لك عن اي حاجه وحشه. لو انت بتعمل حاجه وحشه بقى. لا 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 الحمد لله والله ما بعمل اي حاجه وحشه. بس بقى يبقى ان ربنا يكرمك كرم كبير بقى. لا عادي يا باشا. والله العظيم عادي. ربنا يخليك. والله العظيم شغال ايه بقى انت بقى؟ موظف. موظف مصنع ايه؟ الفتيل. مصنع ملابس. مصنع ايه؟ ملابس. شغال ايه بقى انت؟ شغال كرسي. فين بقى؟ مصنع ملابس. فين بقى في مصنع الملابس ده؟ اكتوبر في الحصري.
يا غير عند الحسن بتعمل ايه بقى؟ هو انت هتوصلني ولا هتقعد تتكلم معايا؟ بسألك انت بتشتغل عند مين؟ انا قلت لك شغال ايه بقى؟ مش هنقعد بقى نزل نتكلم تقول لي شغال فين وشغال منين؟ انت بقى من انا راكب معاك ولا انزل اركب اي حاجه تانية يا براحتك. خلاص انت, يعني انت من اللي بيخافوا من الحسن. لا انا مش بخاف من الحسن اصلا. انا انت بتقبض 300 جنيه في الشهر ما حدش قدك. لا يا عم يا عم يا عم 300 دي ازاي بتاع ربنا بقى؟ ربنا اللي بيفرقها ولا يا عم تعبان ده في حاجه تعبانه حاجه طيب يا عم دي ارميها فين تعبان من حاجه طيب قول لي بس طب اقف بس وقول لي طب انت لو تعبان من حاجه لو تعبان من حاجه طب قول لي بس طب قول لي طب لسه وتمام يا عم والنبي والنبي قولي بس انت لو تعبان من حاجه هوديك مستشفى والله والله هوديك مستشفى لو تعبان والله لو تعبان من حاجه هوديك مستشفى بص ليه طيب اه بيت وقفت ها على بيت وقفت بقولك وقفت ليه بس وقفت ليه طيب انت وقفت ليه طيب مين اللي فك مين اللي فك مين مين اللي فك مين مين اللي فك مين اللي فك مين مين اللي فك مين مين اللي فك مين مين اللي فك فك مين مين اللي فك مين فك مين يا باشا ايه ده باشا ايه ده باشا فك مين ايه ده باشا معلش كده اهو انت ما تقربلوش قرب لي ولا قرب ولا قرب لي انا عايز انزل دلوقتي هتنزل ماشي هنزلك ده بقى الوقت انا عايز على اسكت شويه بقى هنزلك يا عم انا مش هسكت شويه ايه ده ماشي مش همسك مش همسك يا عم امسك كده وبعد ما امسك يعني الساعه كام الساعه كام مين يا عم يا عم نوبك مين بص النوبة الكبيرة يا ابني بس استنى طب اصبر اصبر النوبة مين استنى دليني طيب دليني انا عايز انزل من العربية دلوقتي عايز انزل تعالى طب تعالى تعالى اوصل اوصل انت في ايه بالظبط يعني انا عايز اعرف ايه اللي بيحصل ده في ايه طيب انا شغال متوتر في ايه طيب عايز انزل معلش دليني اه دليني عايز انزل بس مالك مالك بس ده بيه ده نزلني معلش 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 انا بقول لك معلش انا اسف ليك انا اسف ليك معلش والنبي معلش معلش نزلني بقول لك نزلني نزلني بقى نزلني بقى يا عم انت يا عم نزلني اهو انت انزل بس اهدى بقى كده ايه بقى يعني دلوقتي انا عملت لك الوقت انا عملت لك الوقت انا عملت لك الوقت يعني ها انا عملت لك طيب تعبان طب نوديك مستشفى طيب اوقف لك عربيه اوديك مستشفى اوقف لك عربيه طب اوديك مستشفى اوقف لك عربيه اوديك مستشفى طيب مالك طب اهدى اهدى بس اهدى اهدى لا ابا لا 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 ايه رايك اللي فات ده كله اتصور نزيهو بامانه وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أنا تمام والله جو حر أوي النهاردة بقالي يومين الجو حر حر يعني كان الله في عونك طول ما في الشارع يعني. والله العظيم حاجة يعني بس الحمد لله بنستحمل أكل العيش يحب الخفية ربنا يعينك وأكل البسطرمة يحب البيض مين؟ أكل البيض يحب البسطرمة أنت شغال من الصبح ولا من والله شغال أنا مطبق والوردية المفروض إنها 8 ساعات والعربيه غاز خالص والواحد يعني باشا ارد على التليفون وجت على دماغي بقى النهارده ولا ايه الحكايه لا ما هي ليه يا عم انت يا عم انا بقى بضحك معاك انت كلامك جميل وكله بس يعني مش راكب كلامك مش راكب كلامك جارح بقول لك يا باشا خد معانا بس الموزه دي لا طب ماشي لو سمحت معلش ممكن تاخدني في طريقك عشان انا بس عايزه اوصل للميدان بس يا نهار ابيض ده انا لو مش رايح الميدان اروح قسطا اقسم باخد معانا البنت نسيبها لوحدها في الشارع انت طالع مخصوص يا انت راجل ماشي يا عم انت يا روحي يا نهار ابيض لا خالص اقسم بالله انت منوراني يا نهار ابيض مش غريبه عليا انا بشوفك على طول
لا بسم الله ما شاء الله الكيرلي ده ملفت وانا اسامي بيعجبني جدا يعني. حاسه ان انا شفتك قبل كده بس. لا انت اكيد هتلاقيني هنا. انا اسامي انا اساسا لا لا اساسا مش سواق تاكسي يعني اصل دي هوايه عندي. قصه احنا هنمشي ولا هنحب ولا ايه حكايتك؟ مالك يا باشا فيه حد معطلك؟ يا فندم انت ده في ايه؟ انت واحد راكبه وانا قاعد وانا شايفني على بلاصي قدامك ولا ايه؟ بلاصي بس امال في ايه؟ مش بلاصي والله ولا حاجه حضرتك منورنا النهارده. بجد بامانه او ماي جاد. طب طب التسريحه دي حلوه؟ طب ايه رايك ولا اظبط ال يا اسطى عايز اروح يا اسطى انا جاي من الشغل تعبان وعندي عيالي مستنيني. حاضر حاضر روق على حالك ثاني. بصي بصي اقول لك على حاجه ايه رايك افرق من هنا ولا بلاش الفرق ده؟ بص هو تقريبا اي حاجه عليك لايق عليا صح؟ او ماي جاد انا عيب. بصي احنا في حاجه في بينا حاجه. هو مفيش حد قاعد معاكم في العربيه ولا ايه؟ حضرتك ممكن تسيبنا كده خطيبتي. خطيبتك منين يا عم؟ لسه راكبه قدام مني. راكبه مني انت فين؟ تعرف انت ايه يعني؟ بقول لك يا صلاح بس استنى بس استنى بس. قريت في علم الخطوبه؟ المخطوبه ايه يا عم انت؟ حضرتك قريت في علم خطوبه المرء؟ انا قريت في البرنجان. طب البرنجان ده موضوع تاني حاجه تقرا فيه مع حالك بقى. ممكن حاجه تريح شويه؟ يا عم انت انا لا تعالى يا بنتي يا بنتي يا بنتي انت مالكيش اهل. لا 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 مالكش دعوه بيها. لا لا مالكش دعوه بيها يا عم استنى يا عم. مالكش دعوه بيها مش شغالك بيها خالص ولا ليها اهل ولا مالكش اهل. لو سمحت عيب. انت راجل في مصر يا باشا. انت راجل كبير واقرع وانا مش عايز ازعلك يا باشا. واحد الله. لا اله الا الله. انت كبير واقرع. طب واحد الله انت اسمر اساسا وانا يعني انت متغاظ انت من الجيفنهايز. يا عم وقف يا عم. خدي رقم يا بنتي. استنى يا حاج يا باشا. استنى يا باشا. استنى ايه يا عم في ايه يا بنتي؟ انت يا بنتي. لا اله الا الله. بس بس لو سمحت بقول لك لو سمحت بقول لك لو سمحت ممكن تقعد ورا؟ اقعد ورا؟ هات مكانك كمان مكاني؟ معلش صدق انت ايه الادب؟ انا ايه الادب؟ اه والله الادب. صدق انت 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 فين جيفنهايز النزعه؟ انت 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 جيفنهايز النزعه. اه بقول لك ايه استنى استنى انت 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 شكلك دماغك لاسعه. انت جيفنهايز من اول ما ركبت معاك دماغك لاسعه. انت جيفنهايز النزعه وانا مش عايز. يا عم سيبني في حالي. انت هتوصلني ولا هتعمل انت؟ انت جيفنهايز النزعه. بقول لك اقف بقى واقف بس كده كلمني كويس. انت بتمسك ايدي. ما تتكلميش خالص. انت بتمسك ايدي. ما تتكلميش خالص. ما تبصلهاش. بس ما تبصلهاش. يا دي النص. احنا ركبنا مع ناس مجانين يا ابني ولا ايه؟ مجانين ابنك؟ اه ابني. اوعى اوعى انت مجنون يا جدع. انت لك حركه. انت جيفنهايز النزعه. انت انت لاسعه. انت ايشيست. انت عايشست من جواك؟ بقول لك ايه؟ عايشست قوي. بس يا بنت انت عايشست. بنت اوعى تقول لها بنت. اوعى تقول لها بنت. لو قلت لها بنت اعمل لك الاسامي. انت خلي بالك. بص اقسم بالله انت راتنج. والله والله مالك في الرجوله. انت راتنج. انت مالكش في الرجوله. عيب عليك يا عيب عليك. نازع. بص يا ده اللي ناسع. انت راتنج النازع. انت ناسع. انت راتنج النازع. مشينا يلا يا جماعه. راتنج النازع يا عم. معايا واحد في العربيه راتنج النازع والله. اوعى ايدك كده. احنا بنعمل برنامج اسمه كاميرا خفيه ولا ايه؟ كريزي تاكسي. اسمه كريزي تاكسي وانت اتصورت معانا. مين؟ ازاي الحلقه دي ولا ما نزلهاش؟ كريزي ايه؟ اسمه كريزي تاكسي. كريزي تاكسي. كريزي يعني مجنون؟ لا التاكسي اللي مجنون. كريزي تاكسي يعني حضرتك. لا التاكسي مش انا ولا انت. يعني هيطلع في التلفزيون؟ ان شاء الله. لا بجد والله. بجد والله. هيطلع في البرنامج. بجد؟ نزيع ولا ما نزيعش؟ نزيع ان شاء الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله بالله ما شاء الله ومرايا والله. اخوات انتم؟ اه. ايه اخوات؟ اه. يعني؟ يعني مش عارف بس ماشي. علي الشاب دي بقى جدك يعني تقلنا كده. ربنا يديك الصحة. والله يا بنتي ربنا يعني يكرمك. والله العظيم الظروف والحال ما يعلم بها الا ربنا. جدك بيدور على فلوس وشيال عشان يجيب العلاج ليا ولمراتي. والله العظيم يكرمكم ويحرمكم. يعود عليكم الايام بخير ويجعل لكم في كل خطوة سلامة. هادي يا كريم والله العظيم ثلاثة. لو أقول لك إني بحبك الهم شوية عليك. آه أنا مؤاخذة والله. لا ده لو إنك شغال علقت معايا. الله يسلمك. معلش يعني كده لو فيها سيد أدب يعني.
زي ولادي وانا مش هتكسف اطلب منكم يعني. جدك محتاج بس يجيب علاج ولا فلو في اي ولا خلاص خلاص يا يعني. بس ما شاء الله قمرايا والله العظيم. مخطوبة انت ما؟ لا مش مخطوبة. انت قمة؟ بس حق فيه يلا يلا ما فيهاش حاجة يلا جاي جدك يلا. وبعدين انا بتاع الحلال انا متجوز 8 يلا. متجوز 8 لحد دلوقتي. ربنا يديك الصحة حق. يا جدو ايوه قول لي عملت ايه جدو يا جدو يا حبيب قلبي يا راجل عسليه عملت ايه يا جدو مستني حد هو عتريش بصاحبي يا باشا احنا عايزين نروح هنروح يا جماعه هنلبس جبت لك يا جدو الصاروخ اللي انت عايزه واحده 28 سنه هتدلعك عارف لو دينا يا اكبر لا 28 سنه عسل وزه وزه جدو لطيف ايوه خبره وعنين طبعا يا جدو بسم الله شبه القمر دي كده والله يا عم شبه القمر دي والله العظيم متشاور اقسم بالله مهرها اهو ايه ده يا جدو؟ خد يا عم ايه ده يا عم انت راجل كبير انت بتكلم سنك وبص قدامك ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده يا عم انت بص يا عم وانا يوم ما بص لواحد قد جدي ايه ده ايه ده يا بنت ده بالحلال يا بنت انا قلت حلال ولا حرام بص قدامك عشان ما ننزلش جدو لطيف يا بنت يا عم لطيف حد يقول لي جدو لطيف حد انت بص قدامك ايه جدو عتريش انا بتضرب يا جدو ضربتك يا عتريش ضربتني بالقلم يا جدو انا حبيتها اكتر يا عم انت يا عم انا بحبها والنص تعبيت يا عم يا عم بالحلال يلا شوف مهروختك كام يلا يعني ايه يا عم مهروختك يا عم انت يا ده اما مهروختك كام يا عم بص قدامك يا عم بص قدامك وامشي بعد اذنك يلا يلا انا بس يلا اه جدو يا جدو يا جدو يا جدو يعني فانا بحب العنف يا عتريش يا عم دي بنت اللي هتنفع معايا انا كده هو انت نازل تشتغل ولا نازل تبص اصلا لبنات الناس يا بنتي بالحلال والله حلال وانت بتعرف حلال قوي يا بنتي حلال ربنا ايه هو الراجل طلب الغلط يا عم انت لسه بتطلب فلوس يا عم ايه ده يا عم بص قدامك بعد اذنك انا مغزي العين يا غشيم ماشي بص قدامك بقى انت راجل كبير ولا انزل انا انت كبير انت راجل كبير انا لو مش بحبك يا عم بص قدامك يا عم بتحب مين انت هتعمل لي فيها سبع البومبا يا جدو بتديني بالقلم يا جدو عارف يا عتريش اقول لك عارف يا عتريش انا لو مش بحبك يا عم بص قدامك يا عم يخرب بيتك انزل له يا جدو انزل له يا جدو نورتونا في الكريزي تاكسي كنا بنصور كل اللي فات ده بقول لك ايه شوف ظروف صباح الفل صباح الجمال صباح القشطه والعسل عامل ايه وصباح الرضا وصباح الرضا وكل صباح وانت طيب يا باشا حبيبي شكلك يا باشا مش غريب شكلك مش غريب شكلك مش غريب عليا ما انا بشبه عليا والله انا كنت بحسبك بتشبه عليها حبيبي اقسم بالله عسل عسليه يا باشا انت اللي عسل يا معلم عسليه بالسمسم حبيبي اقسم بالله حبيبي كنت باكل منها في سويسرا لسه خارج من سويسرا عقبال عندك في سويسرا ربنا يا عم يكتب سويسرا عليها. البلد سويسرا البلد دي بقى ربنا مكتبها على حد بس ثلاث سنين ايوه سويسرا البلد بتاعتنا انا بقول لك ربنا مكتبها على حد بقى الحمد لله الحمد لله ربنا مكتبها على حد انت ايه اللي دخلك سويسرا اصلا حكايه عند البيت وبتاع وانا اتخذت كده ايه تخفيله يعني عيل بيحلو وسط الموضوع وكنت نازل اسلك وبتاع عيل ايه بيحلو كده في نص الشارع على 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 ناس صحابي وبتاع وايش فجأة نزلت اسلك وبتاع هد وخد دي وهد دي وبتاع ركبت له في رقبته بالغلط هما ثلاث سنين والحمد لله انا خلصت على ثلاث سنين مشاجره يعني هو ما ينيب المخلص تقطيع هدومه الا سويسرا ماشي الا سويسرا ربنا ما يكتب على حاجه حبيبي يا فندم تمام ده بقى اتفضل الو يا حبيبي الطلعة الليله ان شاء الله لا الحوار ده ما تقسمش لا المره دي ما هو المره اللي فاتت انا اللي قمت بالليله كلها وانا اللي دغدغت الفرح وقفلت الليله وقفشت في الليله دي كلها 500 جنيه طب وبعدين طب ما ناخد المصلحه الحالي من بابها لا يا باشا بقول لك ايه ما انا مؤاخذة يا باشا لا خد راحتك ما تخليش اتخن صوتي وعن الناس جنبي ومعايا شباي طب يا باشا نتكلم في الحوار ده كمان شويه يا باشا اسلم الطرف واجي صباح الصباح واللي جاي احسن من اللي راح سلام 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 يا صاحبي سلام مؤاخذة يا باشا
تقول لي ربنا تابع عليا وانت ولا ربنا تابع عليك ولا اي حاجه. يا عم انت رامي ودك معاه ليه؟ لا مش رامي ودني، ما انت اللي عمال بتتكلم. طب بس الله يصلح حالنا وحالك يا عم، ودعينا كده بصلاح الحال والرضا. ما انا بدعي لك ربنا يصلح حالك. في الدنيا انا عندي ملعب في يا صاحبي، ما تركبش حد. لا مؤاخذه يا اسطى، معلش معلش نركب معاه. لا مؤاخذه يا صاحبي، معلش هنركب معاه عشان لا مؤاخذه يابا. يا عم انا معايا سكونه يا باشا، معايا سكونه يا باشا. لا مؤاخذه يا صاحبي، معلش يا صاحبي، معايا سكونه يا عم. معلش لا مؤاخذه يا صاحبي، انت رايح فين يابا؟ انا رايح في اي حته معاكم، انما انا مستعجل. وصل الراجل وصل. مستعجل فين؟ رايح فين؟ لا مؤاخذه يابا يا عم، في ايه يا جدعان؟ مش يابا. طب يا صاحبي خلي بالك الحوارات دي، لا اله الا الله يا جدعان. الحق احلاوي، استنى يابا يابا يابا، استنى على حالك كده عشان الشغل ده انا خلصته من تالتة حضانة. يا عم اخويا الشغل ده خلصته من تالتة حضانة، والراجل ده معايا. معاك ايه؟ الراجل ده في حياش. الحق احلاوي، الراجل ده خلي بالك معاك عند امي عند المدرسة. الواد ايوه اللي بيقول ولا يا جدع، انا عمال اقول لك التيل لام الصبح بتقعد عند اخته في المدرسة. من اول ما راكب معاه برضه عايز افهم بس. من اول ما راكب معاه عمال اكلمه في التين واقول له ربنا، واقول له حرام عليك، وعمال يقول لي بص النسوان وامرز وبتاع. بص على النسوان، عيل فاجر ده، عيل فاجر. بقول لك يا بلاوي كده اكل ودنه. بص على نفسك يا عم، انت روح لاخته ليه عند الدار؟ روح لاخته ليه؟ على جنب بعد كده مش هنركن يا عم على جنب. هنا احنا دركسيون، احنا دركسيون رجاله. انا لو مكانكو ما حلوش الا لما يكتب عليها. يكتب على اختي، يكتب عليها، يكتب عليها، اكتب بسم الله. وزوجتك اختك، وزوجتك اخته. ايوه زوجت اخته اصلا. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ خلاص خلاص خلاص. الشاهد الشاهد الشاهد، بسم الله. عايزين يتعالجوا يا عم الحاج ابراهيم العباسيه. يا عم بس وركز يا عم في الطريق. يا عم ارجع وزوجتك اخته. زوجتك ايه ده يا عم الحلو؟ بقول لك ايه ده، اعرفك تماما. قول لي نفسي اعرف تماما. ايه ده يا عم؟ ما بنت الزواجه مني هزعلك واجيب ناس تزعلك. انت بقى اللي مش عايز تتجوز اخته، يبقى انت بقى بس الغلط. جيب الناس عشان انت الشاهد يا ابني. يا عم جيب الاخته. اتجوز اختي مين يا عم؟ بس 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 بس. اه يا عم انا بروح لاختك المدرسة. ده انت فاجر بقى. يا عليك انت كده، ده انت كده اسحب. ايه ده يا عم؟ اسحب يا عم، حبك ده انا اسحبك يا عم. اسحبني انت مين يا عم؟ سيبه كده يا عم، انت بص قدام. حتاله ارجع هنا. وزه وزه وزه، حط يلا امك وحتاله. اركن يلا على جنبي انا. يلا اركن يا على جنب. بس مش قادر نجيب حته. بس والله العظيم انا زعلت منك. ايه ده يا عم؟ هتتجوز اخوك. لا بص اتجوزوا انتوا بعض. ايه ده ايه ده يا ولد؟ سيب بتعدي يا عداد. يا عداد يا عداد يا عداد يا عداد يا عداد. بالكهرباء ده الزواجه مني. اتجوز اتجوز وزه ولا تقلب على بطنك. اتجوز وزه احط العيال دي عشان انت طلعت عيل شرير. لا لا هسيبك انا على كتكوت. كلمني كتكوت. هتتجوز انا كتكوت؟ اه انت كتكوت. ايه ده؟ والله العظيم ازعل ازعل من انت. ما تعرفش ربنا، انتوا مجانين انتوا الثلاثة مع بعض كده؟ مش مجانين. اقول لك ايه؟ ده انت مش انا مش هحلك. ايوه طب انزل وريني. انزل له وعلي كده. وعلي كده انا مش هحلك. انزل له. انا مش هحلك. انا مش هحلك. عارف ليه؟ عشان انت بتقول عليا كوتكوت. اوريك مين الكوتكوت. بقول لك ايه؟ هوب هوب هوب. اقف يا ابني، خدي التاكسي يا ابن الحرام. خلاص خلاص احنا خلاص يا ابن الحرام. بالهزر يا ابن الحرام. طلعت حرامي تاكسيات ده حنا من صابر. زيها ولا ما نزيهاش؟ زيها.